شو السر اللي مخبيه بدر؟ يا جماعة الشغلة بدها شوية انتباه، هيك بتروحونا. هو الصراحة أنا معجب فيكي. بين جميل وبدر كيف رح تتصرف لميس؟ رح نتزوج، ما في داعي تجاوبي هلا. وكمان رح يكون في عنا بنت، وهالبنت بتشبه أمها. العشق قدر وصعب تهربي منه يا بنتي. شلون كانت السهرة؟ انبسطتي؟ أما فكرة بيك، هات البطاقة. لازم صاحبة البطاقة هي اللي تسحب الراتب. يلا عطيني بطاقتي. هذا الزلمة شو عم يعمل ببيتنا؟ حكايتنا طيلة شهر رمضان الكريم 6 المساء على الـ MTV.